الذين يؤمنوا بالمدينة الفاضلة كان يكون لابد وأن يكون في هذا العالم مدينة فاضلة، مدينة بها أناس من نوع خاص، أناس فاضلون يحترم كل منهما الآخر ويساعده ويعاونه في كل صغيرة وكبيرة. كان يكون لابد وأن يكون كل شيء في هذه المدينة رائعة. كانت تلك مسراته الوحيدة في الحياة هو أن يجد المدينة الفاضلة. كان يبتسم لنفسه ويقول: لابد وأن يأتي اليوم الذي أترك فيه كل شيء وأذهب لأعيش في المدينة الفاضلة. حتى هبط على القرية التي يعيش فيها الرجل عالم واسع العلم، معه كتبه وأدواته وكل ما يحتاج إليه العالم. عندما علم صاحبنا المسكين ذهب إليه مسرعا وقال له: أيها العالم، أرجوك وأن تدلني أين تقع المدينة الفاضلة. قال له العالم: لم أسمع قبل اليوم بمكانك كهذا. قال له: أرجوك أيها العالم أن تبحث جيدا. أخرج العالم كتبه وأدواته وأخذ يبحث في الخرائط. كان كل البلاد في موضعها الصحيح إلا المدينة الفاضلة. قال له: لا وجود لها. قال صاحبنا المسكين للرجل: إن لم يكن هناك مدينة فاضلة إذا لماذا أعيش؟ لقد صبرت كل هذه الحياة لا شيء إلا لأنني كنت سأذهب للمدينة الفاضلة. كنا جنان الرجل وأخذ العالم بلثمة قوية ثم ذهب إلى بيته في يأس وشنق نفسه لأنه لا وجود لمدينة فاضلة.